أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا ضيفنا اليوم ضيف يوم الجمعة كالمعتاد، نبينا الدكتور سامي الدين. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك نبينا. أهلين بك أخي النبيجان، وعلى صحتك وعلى صحة الجميع. بشرب على صحتكم إخواني. على صحتك دكتور. أنا أهو تجازي بس كله أسود. كله نفس الشيء، كله نفس الشيء. في الخمر الحقيقة، في أكيد الخمر الحقيقة. تفضل. بدك اليوم تحكي لنا عن الشهيد، أنت سميته الشهيد محمود المرحوم الكاتب السوداني. بالتمام. الميكروفون معك والمحاضرة لك، وتفضل. أولا تحياتي لجميع المستمعين والمشاهدين، ولك نبينا جان، وشكرا على استضافتي من جديد. حبيت أكلمكم اليوم عن شخصية مهمة في الفكر العربي والإسلامي، لأنه لو تبعنا لما حدث بينا اللي حدث، لما حدث في اللي حدث. الدستور أو النص الأساسي لليونسكو بتقول إنه الحرب تبدأ في عقول الناس، وإذا تريد السلام يجب أن تزرع في عقول الناس بذرة السلام. الأفكار اللي تطرحها بالناس قد تؤدي إلى الخير كما تؤدي إلى الشر. ويا للأسف المرحوم محمود محمد طه تم شنقه لكي لا تصل رسالته للناس، والنتيجة نحن ندفعها اليوم فاتورة شلالات دماء ودمار عرض البلاد وطولها. محمود محمد طه شنق في المعذرة شنق في 18 يناير 1985 بإعاز من الأزهر. وعندما تم شنقه، هو سوداني، وعندما تم شنقه بعث الأزهر بتهاني للنميري، هنأ الأزهر النميري على شنق محمود محمد طه، وكذلك فعلت الرابطة العالم الإسلامي، وكذلك بعث مفتي السعودية ابن باز، بعثوا تهاني له، يعني فرحوا انه تم شنقه. انا كنت في الواقع مثل ما قلت في حلقة سابقة، كنت في مصر 1976 1977 لا 76 و77 سنة كاملة في مصر لتحضير رسالة الدكتوراه. وأنا كنت هناك وقعت على نص في جريدة الأهرام، كتبوا رجل اسمه محمد عبد الله السمان. محمد عبد الله السمان توفى 2007، وهو داعية إسلامي وعضو هام في حركة الإخوان المسلمين، عضو هام جدا في، وهو كان يعني ملازم للجمع حسن البنا، كان ملازما. وهو كتب مقال عنوانه الإخوان الجمهوريون يتحدثون عن رسالة الإسلام الثانية، ويطالب الأزهر اتخاذ موقف ضد هذه الجماعة الضالة والمضلة. آخر سطر من مقاله في جريدة الأهرام اللي صدرت في 16 إبريل 1976، وهي متوفرة في أرشيف الأهرام للي حاب يشوفه، يعني 16 أبريل 1976، وأنا أخذتها من هناك، وأنا كنت قاطعها من جريدة الأهرام محتفظ فيها للأرشيف تاعي. طيب لما شفت هذا الخبر قلت هذا مسكين حيكون نهايته تعيسة، يعني كان هذا الأمر مثل ما قلت لخبر 76، وسنة 85 تم شنقه.
بيعاز من الأزهر. هنقرأ نصوص بعثها الأزهر واعتمد عليها السودان لتبرير شنك محمود محمد طه. يعني نحن أمام هيئة دينية إجرامية بكل معنى الكلمة. هي تسببت في قتل فرج فودة، تسببت في قتل آخرين، وهي السبب الرئيسي وراء قتل محمود محمد طه. واليوم الأزهر هو وراء حبس إسلام البحيري، وراء الحكم 3 سنين ضد فاطمة نعوت، وراء حبس 4 أو 5 أطفال أطباق صغيرين لأنهم عملوا 50 ثانية حلقة تمثل داعش، اعتبروا هذا ازدراء بالأديان. أنت تتكلم عن داعش وبيحكموا عليك أنك تزدري الأديان، وبعدين بقول لك داعش لا تمثل الإسلام. فإذا بتنتقد داعش في مصر الآن يحكم عليك بازدراء الأديان، وكل ذلك وراءه الأزهر. والواحد يتساءل لماذا مثلا السيسي لا يتدخل للإفراج مثلا عن إسلام البحيري، أو لإنهاء هذه المهزلة عن الأطفال الأقباط، أو هذه المهزلة ضد فاطمة نعود. يجب أن لا ننسى أن الأزهر له مدارس من الروضة إلى الجامعة، وعنده 5 ملايين طالب سنوياً. 5 ملايين طالب، يعني عنده جيش. لا أظن إنه الجيش المصري عنده 5 ملايين جندي. يعني عندهم 5 ملايين جندي جاهزين من الروضة إلى الجامعة. أضف إلى ذلك إنهم هم اللي بيسموه الإسلام الوسطي، هم اللي بدربوا وبعلموا أئمة وشيوخ ومفتيين من 100 دولة في العالم، مبعوثين. الحكومة المصرية هي بتدفع منحهم، الحكومة المصرية تدفع مع منحهم من الضرائب اللي بتاخذها من المسيحيين والمسلمين. يعني هدول جيوش مجيشة في العالم كله. إذا أنت تنتقد الإسلام، في أندونيسيا هناك من سيتعدى عليك، في أفريقيا سيتعدى عليك، في أوروبا سيتعدى عليك، فين ما تروح هناك الشيوخ. ما فيش عائلة مصرية إلا فيها أزهري. يعني الأزهر ده دولة داخل الدولة، ومؤسسة أقوى من الجيش، أقوى من الجيش بكثير. صحيح ما عندهاش سلاح، لكن عندها فكر، وهذا الفكر إرهابي. فهي فعلاً منظمة إجرامية بكل معنى الكلمة. ونشرت عدة فتاوي صدرت عن الأزهر تحكم بقتل المرتد، ومجلس وزراء العدل العرب تبنى قانون 1996 موجود على على موقع الجامعة العربية، وافق عليه جميع وزراء العدل العرب، ينص على قتل المرتد، وهو تماما ما يعلمه الأزهر في كتبه من الروضة إلى الجامعة. يعني وزراء العدل العرب لم يأتوا بهذا الكلام من فراغ، ولكن بإعاز وبتعليم. هو نفس الكلام اللي بعلمه الأزهر، وهو نفس الكلام اللي جاء مثلا في كتب ابن رشد. القانونية بطبيعة الحال أو الفكرية. هلا واحد من ضحايا الأزهر هو محمود محمد طه، وليس الوحيد، واحد منهم، وهو ربما في العصر الحديث هو أهم مفكر عربي وإسلامي برز عندنا. لا أظن أنه هناك مفكر آخر يوازي فكر المرحوم محمود محمد طه. وكل كتبه ممنوعة في العالم العربي والإسلامي، كل كتبه ممنوعة في العالم العربي والإسلامي. ويوم ما حكموا عليه بالشنك حرقوا كل كتبه.
ولما مات راحوا دفنوه في مكان حتى اليوم مجهول علشان ما حدش يروح يكرمه. يعني لحد اليوم احنا ما نعرفش فين مكان دفنه. وانا لي صديق سوداني، هو لما يروح على السودان يروح يزور بيته للمرحوم محمود، وقلت له اذكرني إن رحت هناك، اذكرني كل سامي ذكرك، اذكرني بالخير في بيته. قلت له ان بتروح على قبره؟ قال لي ما بنعرفش فين قبره. كنت حاب انه يروح على قبره يترحم عليه، فيش فايده، ما في. حتى اليوم لا نعرف اين مدفون، ما نعرفش لها اصله. يعني طمسوا كل معالمه، لكن نحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هو ايه جاب سيرته دلوقتي بقى؟ يعني ما هو كل كتبه تقريبا ومحاضرات وصور ومثل هيك متوفره على الانترنت، واعطيتك الرابط. بس ده نوه للاصدقاء انه انا حاطط سيرته الذاتيه وكتبه بالديسكريبشن تحت، فاللي بده يطلع على كتب الدكتور الاستاذ الكاتب محمد محمود طه، محمود طه فموجود بالديسكريبشن يعني. تفضل. هلا نبدا بسيرته الذاتيه كلمتين مختصرتين. ولد 1909 تقريبا، مش معروف بالتمام. وشنك إذن 1885، يعني كان 76 سنة. بس أو في ناس يقولوا أنه ولد قبل، لأنه ما كانش في شهادات ميلاد، ربما كان ولد قبل. على كل قتلوا بعمر 76 حسب المعطيات اللي عندنا. أسس 1945 مجموعة بسميها الحزب الجمهوري، وبعدين أطلقوا عليهم الإخوان الجمهوريون، وهو موازي للإخوان المسلمين. يعني هو عملها مخالفة للإخوان المسلمين، هو سماها الإخوان الجمهوريين، حسن البنا سماها الإخوان المسلمين. فهو كان عنده حزب جمهوري سوداني، وهو كان يعني تحت الاحتلال الإنجليزي. طلعت الحال ما حدش يقول الاستعمار الإنجليزي، حاب الاستعمار الإنجليزي، بس حتى اليوم هناك سودانيين يطالبون بعودة الإنجليز، لأنه كانوا يضرب المثل بالقطارات في السودان بالدقة. يعني كنت تصلح ساعتك على القطارات من الدقة تاعتهم، وبنوا جامعات ومعاهد ومدارس وغيره وغيراته، يعني ما كانش كله سلبيات. وهناك أستاذة جامعية في السودان طلبت برجوع المستعمر الإنجليزي للسودان، فأدخلت مستشفى المجانين ولا نعرف ما حدث لها. حسب علمي قتلت، حسب علمي، هي أستاذة جامعية. الحاصل ممكن واحد يفتش عنها، ما مش ذاكر اسمها، بس الحاصل يعني انه حتى تعرف في ليبيا كانوا الإيطاليين وعملوا ضد الإيطاليا والاستقلال ومثل هيك، لكن حتى اليوم في ليبيين لما بتكلموا عن الإيطاليين بسموا إخواننا الإيطاليين، أخواننا الإيطاليين، لأنهم فعلا كانوا بانيين مستشفيات وكليات، ويعطوا صور عن المعالم اللي بناها الإيطاليين. واليوم شو بكت في ليبيا؟ الإسلاميين جو حكموا البلد وفلشوا كل شيء، صار دمار وخراب. يعني يا ريت الإيطاليين بكيوا، آخر الأمر يا ريت الإيطاليين بكيوا. تكلم معي؟ تفضل. هون في شغله كثير منرددها وصلنا سنين بصراحه دكتور. يعني الاستعمار الفرنسي مثل ما بسموه لسوريا، حلب فيها حديقه واحده من اجمل حدائق سوريا
هيك بنوها الفرنسيين يعني، ولحد هلا السوريين كانوا اخذوا استقلالهم، لحد هلا ما بنوا شيء يعني مثل الحديقة العامة الموجودة بحلب. شفت انت، شوف اليمن شو صار فيها، اليمن وعدن لو ظلوا الانجليز ما صار فيها اللي صار، اليوم كله خرب. انا مو داعية للاستعمار، ولكن يعني على كل ما نشوف فقط السلبيات نشوف برضو الايجابيات. بمصر كمان الفرنسيين، مين ده ادخل المطابع لمصر؟ هو نابليون. لولا العلماء المصريين الفرنسيين لكان اندثرت الحضارة المصرية الفرعونية. على كل يعني، علشان فقط الناس تذكر. على كل إذن، ولد 1909، 1945 أسس حزب يطالب باستقلال السودان وبناء نظام جمهوري. أوكي، اعتكف يعني، راح خلوة، كان يصوم أوقات 7 أيام متوالية، وخرج من عقفته اعتكافه 1951، وهو كان يقرأ كثير ويفكر كثير، يعني رجل عميق جدا بأفكاره، وبدأ يعلن عن مجموعة من أفكاره الدينية والسياسية، وسماها الفكرة الجمهورية. الفكرة الجمهورية، وهي مقابل إخوة الفكرة الإخوان المسلمين، يعني مواجه. أوكي، وأتباعه ومحبيه كانوا يسموه الأستاذ محمود محمد طه. وهذا الحزب لحد الآن ما زال يعني، على الأقل فكريا، وله أتباعه لحد اليوم في السودان وفي العالم. في أمريكا مثلا في أحد أساتذة حتى تلاميذه، عبد الله النعيم، ترجم أحد بعض كتبه ومقالاته بالإنجليزية. أوكي، هو أصلا دراسته كانت هندسة، كان مهندس. يعني الغريب أنه كل اللي يفكروا في المسلمين هم خارج الإطار الديني. تعرف جمال البنا المرحوم، جمال أخوه الصغير لحسن البنا، التقيت في يوم من الأيام، قلت له يا جمال البنا، ومفكر يعني متنور، قلت له يا جمال البنا، أكلت تغديت مرة معه، قلت له يا جمال البنا أنت تعلمت في الأزهر؟ قال لي الحمد لله لا. قلت له ليه بتقول الحمد لله؟ هي جريمة تروح على الأزهر؟ ما هو محمد عبده درس في الأزهر. قال لي أنت مش عارف شو قال محمد عبده؟ قال لي شو؟ قال أنا درست 4 سنين في الأزهر، وقعدت 14 سنة أنظف مخي من وسخ الأزهر. محمد عبده. حقه دكتور، حقه. أنا استغربت، ما كنت أعرف، لكن هو ما درس في الأزهر. يعني هذا صاحبنا نفس الشيء، محمود محمد طه لم يدرس في الأزهر. كل المفكرين الكبار اليوم من خارج الأزهر، الكمني من خارج الأزهر، الناعوت من خارج الأزهر، غيره غيرات، وكثار كثار من المفكرين هو من خارج الأزهر، ونبينا سامي ذيب كمان خارج الأزهر. لا أكيد. أكيد حمد الله أشكره الحاصل. يعني هو مش ممكن تدخل الأزهر إلا تطلع بوسخ الأزهر. أنا صدقني يا أخي، بدي أحكي لك النكتة. أنا رحت زرت جامعة الأزهر في القاهرة. أنت تدخل هناك، بيني وبينك ريحة المبنى مراحيض، يعني ما تصدق انك تترك المبنى. الريحة يعني ما بيستحوا على حالهم. يعني انا قاعد في الصالون ومخنوق، بنتظر الاستاذ يجي، ومخنوق من ريحة بعيد عنك المراحيض. كل المبنى من اوله لاخره ريحته مراحيض، يعني الريحة تاعته تقتل. وتسأل نفسك ازاي اساتذة تقدر تدرس في جو كل ريحته بعيد عنك، كأنك حاط راسك في مرحاض ومعفن، يعني ريحته وسخ.
يعني أنا ما صدقت أخرج من البناية، ما صدقت عشان أتنفس، يعني مخنوق من ريحة بعيد عنك الخرا اللي كنت تشمه في المبنى. دكتور يعني هن عم بيدرسوا الحيض والنفاس والضغط، يعني شو بده يكون هذا؟ يعني أكيد كانوا يغلطوا يعني. دراسة عملية يعني. يعني بطبقوا الفكر عمليا. فأنا استغربت، يعني أنا قلت شو هالجو هذا؟ مين يقدر يتحمل هذا الجو؟ يعني مش ممكن، عقلك مش ممكن يشتغل، مستحيل يشتغل سليم وأنت بالرائحة الوسخة اللي أنت عايش فيها. يعني والله أنا يعني كأنك عايش في مزبلة. استغربت، وهي بيسموها جامعة الأزهر العريقة وهيروغراتو وكل ريحتها خرا. يعني مو فقط فكرهم خرا، لا، ريحة الموقع المبنى خرا. هذا زمانات ما اعرفش، اعمل انهم يعني نظفوها من زمن، بس يعني سنتها كنت متضايق جدا من ريحة الأزهر، من الريحة المبنى. يعني ابعد عن رأيي بفكر الأزهر، المبنى كان ريحته خرا، فما رأيك بفكرهم؟ ازاي تكتب اشياء سليمه في مكان ريحته خرا؟ مش عارف كيف، اي مش عارف ايه، مخك بترسم. مخك بترسم على ريحه الخرا. الحاصله هو كان يشتغل في سكه الحديد الانجليزيه، فاهم علي؟ ترك الهندسه نهائيا 1966 وتفرغ للنشر. 1946 أخذ موقف يعاتب عليه نوعا ما، لكن يجب أن نفهم، يعني ما في حصان إلا له كبوة، يعني ما في شخص كامل، في عنده كله معايبه. السودان كان أخذت قرار ضد ختان الإناث وسجنت سيدة لأنها ختنت بناتها. كان عاملين قانون الانجليز سنه ال 45، كان عاملين قانون يقولوا ممنوع ختان الاناث. فمحمود محمد طه قاد حمله ضد الانجليز لانه سجنوا هذه المراه، وتجمهروا امام السجن الشعب كله واخرجوا السجينه من السجن، وهو دخله السجن سنتين. هو دخل طب، لانه هو قال، يعني هو كان يعني قال هاي حجه انه نعترض على الانجليز، لانه عايزين يبينوا انه السودان بلد متخلف بيختن البنات، وانه هو يقول يعني انه الختان لا يناهض بالقوانين لكن بالتصفيق. الحاصله يعني هذا حدث منه ما نقدرش ننكر. اوكي، هو كان عايش في زمن جمال عبد الناصر، وكان عنده موقف بخصوص القضية الفلسطينية ينوه لها، إنه صاحبنا كان يقول إنه لازم العرب يعترفوا بدولة إسرائيل ويحلوا الأمور بالمفاوضات، وإله نصوص طويلة عقلانية جدا تختلف عن لهجات جمال عبد الناصر، وقال يعني نكسة العرب جت من خطابات جمال عبد الناصر. هو كتب انه نكسة العرب، وانا تعرف نفس الشيء بورقيبة قال لهم للعرب قبل ما اسرائيل تحتل 1967، قالوا له اعمل سلام مع اسرائيل. لا، هلا احتلوا 67 وعايزين يرجعوا فقط لل 67، مش عارفين عقلهم فين، فاتهموه بالخيانة صاحبنا بورقيبة. ايه الحاصله، فيعني اهو شو نعمل هلا. ما هو الفكر الاساسي لمحمود محمد طه، وايش يعني الجديد بفكره؟ هو ممكن انك تاخذ المجتمع العربي والاسلامي بطريقتين، بطريقه اللي يرفض الاله اللاديني او بين قوسين الملحدون او اللي ينكرون الوحي او مثل هيك، يقول القران ده ارميه في المزبله، ولا الله ولا وحي ولا حكي فارق كله هذا وترميه.
ولهم حق بذلك، لأنه ما في شيء بينزل من السماء إلا المطر والنيازك وبراز الطيور، وأوقات طيارة بتقع من السماء، بس إنه قرآن بينزل من السماء ده حكي فعلا. ده اللي بيقول هذا أنا رأيي حالا اتصل أول مستشفى مجانين وحطها فيه، حطه فيه. هذا إذا لقيت محل، لأنه من كثرهم مش حتلاقي. من كثر المجانين بطلت المصحات تكفي الحاصله. لكن هو جاهم من داخل المنظومه الاسلاميه. محمود محمد طه يعني هل هو عن اقتناع شخصي ام هي مداهنه من طرفه؟ ما تقدرش تعرف. هو عارف انه المجتمع تاعه مسلم، ما تقدرش تقول له احنا نترك الدين، ما يقدرش. هو كان ينتمي للتيار الصوفي أصلا، هو كان من التيار الصوفي، فهو فكر من داخل المنظومة الإسلامية. الأساس هو الآتي، أساس فكر محمود محمد طه هو بسيط جدا، بسيط جدا، بس هو ثوري، هو ثوري. وبسبب هذا شنقوا، بسبب هذه الأفكار البسيطة شنقوا. أحكي لك نعرف انه بالتاريخ الاسلامي، يعني حسب التقليد الاسلامي، 610 محمد بدا يستلم رساله من السماء. بو 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 لنفرض، لنفرض انها نزلت من السماء. انا مش عارف شو نزل من السماء، انا ما شفت، انا ما نزل علي شيء. انت اخي جان وصلك على النبي؟ جان وصلك شيء من السماء؟ انا ما وصلني شيء نهائي. لا مش نافع، شو القصه هاي على صحتك؟ صحتك دكتور. انا اذا وصلني شيء وصلني مكتوب من الله انه محمد كذاب. خليك اياه، خليك اياه، انت المسؤول عن كلامك. انا مسؤول عن كلامي، وانا كمان مسؤول عن كلامي، وانا مسؤول عن كلامي. لا نكذب، انا ما دام بشرب خمر ما اقدرش اكذب اخي. خلاص الحاصل، هلا 610 محمد بدا يستلم وحي. كيف استلمه؟ ما نتدخل في الامور، استلمه ابني. كان متجوز مع واحد اسمه خديجه، وكان عاقل ما شاء الله، عاقل يعني، وكانت ماسكيته بذانه، لانه هي اللي كانت تصرف عليه وتشغله مثل هيك، وهي تدفيه وتحميه، واكبر منه مثل امه، ما يقدرش يحكي. طيب كانت طيب 622 غلب الاهل مكه، قال لهم احنا مش عايزينكم، انتم كفار وهيك. غلب السماء تاعته، راح على المدينه واسس دولته. وبعدين بدا الغزوات. سنتين قبل توفت المرحومه خديجه طيب الله وثراها، فصار نسوانجي، صار نسوانجي، صار يعني كل ما يشوف واحد عايزها ابني، غير السبايا والغزوات والدنيا. قبل كان مسالم، بعدين ما شاء الله عليه صار عسكري، النبي المسلح، صار النبي المسلح، انتقل من النبي المسالم الى النبي المسلح. يعني 622 هو الهجره، 632 فهم علي، توفى 632 توفى يعني بعد الهجره بطبيعه الحال. القرآن إذا رتبناه تسلسل تاريخي بيطلع 86 سورة مكية و 28 سورة مدنية. والقاعدة في الشريعة الإسلامية إنه هناك تسلسل في التشريع، وإنه الآيات اللاحقة تنسخ الآيات السابقة إذا كان هناك اختلاف. فكل آيات التسامح تقريباً يعني، وكل الكلام اللي أجا في مكة كويس نسخ بآيات تعون بعد الهجرة، لما صار صاحبنا محمد نسوانجي وصاحب غرب وغزوات وسبايا وغيره وغنائم مثل هيك، كل الآيات المنيحة طيرها منيح. هلا يعني الناسخ والمنسوخ هو أساس الفكرة، إنه الآيات اللاحقة تنسخ الآيات السابقة. يعني في القسم المكي ما كانش فيه اقطع اليد ولا تجلد ولا تصلب ولا شيء هيك،
هذا كله دخل في الزمن المكي المدني، دخل في الزمن المدني. فهذه اللي تطبق، يعني نطبق الإسلام كما انتهى إليه وليس كما بدأ. بدأ مسالم وانتهى محارب، محارب ويميز ضد التمييز ضد النساء وتمييز ضد غير المؤمنين غير المسلمين منيح، وغزوات وسبايا ورك وغيره وغيره منيح. فالقاعدة هو إنه الآيات اللاحقة تنسخ الآيات السابقة، ولهيك يجب أن ترتب القرآن تسلسل تاريخ حتى تعرف تطور القرآن. لكن لحد الشريف السوق ما فيش فيه ترتيب، لكن ما تعرفش فين تبدأ فين تنتهي. الحاصل صاحبنا محمود محمد طه قلب الوضع. يعني شو قال؟ قال الإسلام الحقيقي هو إسلام مكة، والإسلام تاع المدينة هو إسلام سياسي وليس الإسلام الحقيقي. يعني أولا بدأ يقول لهم تسامحوا مثل هيك ما نفعت معهم، شاف عقلهم محجر، قال لهم خلينا نجيهم على قدر عقلهم نجي. فبدأ قاتلوهم والزواج أربع نسوان والغزوات والحريات العين وكل الحكي الفارغ ده جابوا في مدينة، لأنه في زمن مكي ما كانش عنده أكثر من 100 واحد تابعينه، يعني كل الكلام الطيب ما نفعهم. قال لهم ما اللي بنفعش بالمنيح بيجي بالعاطر، فاهم علي؟ فراح حمل السيف تاعه وقال لهم الحقوني، وإذا من لكن نسوان منوزعها بينا راحوا كلهم حلحكوا. بطبيعة الآن مدام فيها نسوان انتهى الوضع، صاروا كلهم بدهم إياه. إيه والله أنت نبي منيح مدام إنا فيها في من وراء نسوان وموال وغزوات ورق وسبايا. إيه بطبيعة الحال كلهم صاروا ركضوا وراه. إيه بطبيعة الحال يعني هو فمحمود محمد طه بيقول لك إنه القسم المدني من القرآن هو قرآن يناسب عقلية القرن السابع ولا يتمشى مع القرن العشرين. هذا لا يتمشى مع عقلية القرن العشرين، هذا عقلية القرن السابع، القرن السابع الميلادي. فهو شو بقول؟ الإسلام اللي عندنا اليوم هو الرسالة الأولى، رسالة، وإحنا لازم نروح للرسالة الثانية. يعني هو عايز يخلق إسلام جديد، إسلام رسالة ثانية اللي هو عايز يوضح معناه ليس على أساس آيات المدنية ولكن على أساس المكية، فهم علي؟ يعني هو رجوع القهطراء إلى الآيات المكية المسالمة اللي ما كانش فيها تمييز. قال لهم هذا هو الإسلام الحقيقي، فقلت عليكم تتركوا الإسلام تعون المدينة وتتجهوا فقط إلى إسلام مكة. طيب حالة لما تلاقي إرهابي بيقول لك القرآن قاتلوهم سبايا وغيره وغيره، حتسوي إيه؟ موجود في القرآن ما تقدرش تخفي. فهو عمل له إياها لفة، قال لي أخي إذا محمد قال لك هيك لأنه عقلك خشن وعارفك نسوانجي، فجاب لك آيات نسوانجية اللي تشفي نزواتك وشهواتك وهيك. لكن هذا مش الإسلام الحقيقي. الإسلام الحقيقي اللي جاء في محمد في زمن مكي، فيعني ما خرجش من القرآن. حاول يعني يفسر له منطقيا إنه محمد بدأ بالرسالة المسالمة، ما حدش قبل فيه، قال له والله هذول عقليتهم خشني مستحيل أعرف أكسبهم، خلاص هقعد عندهم بنسوان وغزوات وسبايا ورك وغنائم كلهم رحكوا. فهذا بيقول لك هذا مو الإسلام الحقيقي، مو روح الإسلام. روح الإسلام هو العدل، مو الغنائم، مو الرك. فيعني هو ما خرج من القرآن، ظل بين دفتي القرآن.
ظل بين دفتر، يعني ما رماش كل القرآن، هو قال يعني بس فسره بطريقة منطقية. وهذا المنطق مقبول نسبيا بالفكر الإسلامي، لأنه معروف أنه هناك قرآن مكي وهناك قرآن مدني، معروف. لكن المشكلة أنهم هم بيطبعوا القرآن المدني مو المكي. الأزهر بعلمك القرآن المكي المدني، ما بعلمك القرآن المكي، فهم علي؟ الغزوات وهيك جاي كلها في القرآن المدني. هو عايز يرجعهم لعقلهم الأول، للمبدأ الأساسي. فشو بقول؟ بسمي الأصول والفروع. أصل الإسلام هو في مكة، في مدينة هو الفروع، فروع العقوبات وعدم المساواة بين الرجل والمرأة، عدم مساواة المسلمين وغير المسلمين، والحجاب وغيره وغيراته والرق، هذا بسميه الفروع ليس الأصول. الأصول تعود الإسلام موجود في الجزء المكي، فكتب كتاب أشهر كتبه هو الرسالة الثانية من الإسلام، ترجم إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية وما أعرف إذا ترجم لغير اللغات، هو شوية صعب قراءته لأنه هو جدا متعمق الرجل يعني، وبتفلسف كتير وقارئ لكثير، وكان هو ميول اشتراكية، لكن هو يعني يقول في الغرب في الحسنات والسيئات. فيعني الغرب هو مادي لكن عنده مبادئ أخرى، فهو عايز يعني يضيف الروحانيات للتقدم الغربي، نأخذ من الغرب المفيد ونضيف له الروحانيات الإسلامية، لكن الروحانيات الموجودة في مكة مو اللي في المدينة. فبطبيعة الحال الشيوخ الأزهر هدول ما بفهموا الحكي هذا، وهذا ما بناسبهم، بفقدوا كل سلطتهم. على أي أساس بعدين هم يحكوا؟ يعني يقدر هم يروحوا على الجامع ويقولوا للناس يا ناس يا أهل البلد يا سامعين الصوت، إحنا ضحكنا عليكم 14 قرن. إيه والله بيشلكوهم من خصواتهم. إيه ولا شو؟ شو أنت ضحكت علينا 14 قرن؟ شو الحكي تاعك هذا؟ إيه؟ بيقولوا لا ما فيش قطع إيد ورجل. ولك يا عمي بالقرآن موجود؟ إيه غلطنا؟ لك شو غلطت؟ لك شو غلطت؟ كله غير. قال إيه؟ طيب في سبايا. لا لا سبايا لا، هاي بالاخير هلا بلاش معناها، لا لا تطبق. وك يا عم محمد سبي إيه، لا بس غلطنا احنا ما فهمنا كويس. لك شو ما فهمت كويس؟ إيه كل كتب الفقه موجود في سبي، وهلا بتقول ما في سبي؟ إيه كيف بدك تقول ها؟ ايه يعني تفهم الناس شيء، وبعد 14 قرن تقول لهم والله انا غلطت 14 قرن سامحوني. إيه مين سامحك بس من عالتك. يعني كل الشيوخ الأزهر بعلكم كل منو على الباب تاعه، المكتب تاعه جري فوق وراسه تاعت مثل موسوليني. إيه فبطبيعة الحياة الفضيحة فضيحة عليها قلاقل مثل ما بكل المصريين. كيف بدك تفهم الشعب؟ كيف الأزهر يروح يعلم 5 ملايين طالب من الروضة إلى الجامعة وتقول لهم يا ناس إحنا غلطنا 14 قرن؟ ليش غلطتوا؟ والله محمود محمد طه نبهنا ان غلطنا. مين هذا ابن الكلب اللي خرب علينا كل العلم؟ اشنكوا شنكوا. يعني هو فسد عليهم كل الصنعة تاعتهم، يعني بين انهم جهال وهم المتعلمين في الأزهر. هو اللي دارس بسكة الحديد. هو مهندس مدني بيشتغل بسكة الحديد، بين لشيوخ الأزهر اللي معمعمين العمامة تاعته هيك مثل الكبار كلهم بكلهم انتو غلطتوا. لك هون عليك شو القصة؟ بهدلتنا، سودت وجهنا امام الناس كلها. كيف بده يعمل واحد؟ وين يحط وشه؟ وين يحط وشه؟ وين بيروح براسه؟ مش ممكن. فقالوا له انت مطولة معك، انت مطولة معك، يعني هيك انت بتقلل بقيمتنا. شو كل اللي علمناه للجامعة كله غلط، ولا كيف نساب كل رسائل الدكتوراه؟ كيف نعمل كل الأساتذة اللي بعلموا في الدروس؟
كلهم نغيرهم ونعلمك انت. الكل مين اللي بيحكي هذا؟ والله مهندس سكه حديد. والنعم يعني هو طلع اشطر منك؟ ايه اشطر مني. طب ليه ما تقول لي اياها من الاول بقى؟ ليش تضحك علينا 14 قرن؟ مو مستعلى حالك؟ مو مستعلى حالك؟ فضيحه بتطلع فضيحه. فهمه ما في. هلا شو هو صاحبنا؟ شو النتيجه تاعته؟ شو النتيجه تاعت فكر محمد؟ هي فكره بسيطه. بدل ما الايه اللاحقه تنسخ الايه السابقه، قال لا، هي الايه السابقه اللي تنسخ الايه اللاحقه، لان الاولى هي الاصل والثانيه هي الفروع. الاولى هو الاسلام الحقيقي، والثانيه هو الاسلام السياسي اللي معمول للنسوانجيه واللي يحبوا غنائم وسبايا ومثل هيك. فهو فرق الامر، قلب لهم الطاسه على راسهم، بطلوا يفهموا ولا شيء، بطلوا يفهموا ولا شيء. شو بدك تروح تعمل في الامتحانات؟ شو تكتب لهم؟ يا استاذ انت غلطان 14 قرن. والله بهدلي، والله بهدلي، يعني كل الشهادات الدكتوراه بدك تشكها، وكل المناهج اللي تدرس بدك تشكها، فاهم علي؟ والشيوخ الازهر كل واحد بدك تمسكه وتعلقه من خصواته. ايه بعدين؟ مش حتخلص؟ مو واحد واثنين اخي، 5 ملايين هذول. بالضبط دكتور، يعني المشكلة كله نسوانجية مثل محمد يعني. لو بعدين لا، ما هو انت اذا تبعت فكره لمحمود محمد طه طلعوا كلهم كذابين. يعني واحد جاي من السكة الحديد بين لهم انهم كلهم هذول صاحبين العمامات كلهم غلط. فضيحة، فضيحة كبيرة. انت كله لمفتي تاع لبنان او تاع سوريا، ها تقول له والله انت غلطان لانه محمود محمد طه قال الحكم خالف لهيك. ولك مين هذا محمد ما سمعت فيه في الجامعه؟ إيه هذا مهندس سكه حديد. وشو بدخلوا عندنا؟ شو؟ لا ما انا معك. لا استعان حالك، انت بتقارن مهندس سكه حديد بينا؟ احنا درسنا جامعات والازهر. شو تفلش علينا قاعد؟ يخرب بيت. فهو شو النتيجة تاعته؟ النتيجة تاعته انه قلب كل الامور على راسه. هلا بعطيك النتائج. احنا اولا حتقول لك هنا فقرة منه، ان الايات المكية هي ايات الاصول، وان الايات المدنية هي ايات الفروع، ان نزول ايات الاصول قد تواتر خلال 13 سنة اثناء العهد المكي يستجب لها الجاهليون، فلم يستجب لها الجاهليون. الجاهليون قالوا احنا ما بدناش حكي مثل هيك، ما بيعجبنا الحكي هذا، ما بيعجبنا الحكي هذا. فظهر ظهورا عمليا انما اكبر من مستواهم، يعني هذا اللي حكى لهم اعلى من مستواهم، فنزل الى مستواهم بعد الهجره الى المدينه، وبعد افتتاح العهد المدني فنزلت ايات الفروع واعتبرت صاحبه الوقت لمناسبتها لمستوى الناس، ونسخت آيات الفروع آيات الأصول. فاهم علي؟ فهو قال يعني إنه جاب لهم الحكي المنيح ما نفع، جاب لهم الآية الأشياء اللي بتعجبهم فمشوا وراء. تنازل عن مبادئه مشان يكون دولة، مشان يكثر أتباعه. فاهم علي؟ فصاحبنا، فالنتيجة إيه؟ هلأ النتيجة تاع الحكي هو أنه قلب النظم الإسلامية التي تعلم في الأزهر وكل الجامعات العربية والإسلامية رأسا على عقب، كلها قلبها. فعلى المستوى الاقتصادي تتعرف في الزكاة ده مهمة، ده بتجيب فلوس. شو؟ مالية الدولة الإسلامية كلها زكاة. هو لماذا قامت حروب الردة إذا لم تكن لأنه في قبائل رافضة تدفع الزكاة؟ فهم علي؟ فهو قال لهم لا، هاي آية الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وزكهم بها، هذه من القسم المدني، صار فيها فلوس. لا، أصل الأمر هو الاشتراكية. يعني إيه؟ قال لهم
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثم كبير وأكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يعني شو الآية؟ يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. أنت تعرف أخونا النبي جان شو معنى كلمة العفو؟ بسامعك العفو العفاء، أنا بفهمها هي يعني. لا لا، هاي لها معنى خاص. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني كل ما يزيد عن حاجتك. كلمة العفو هنا إلى معنى فني فقهي، يعني كل ما يزيد عن حاجتك يجب أن يوزع للآخرين. فهم علي؟ يعني هو كان يقول هنا اشتراكية، يعني توزع الأموال لكل المحتاجين. في الأول كانوا فقط تدفع الزكاة ومرتاح 2% ونص أو 2.5% وترتاح رأس مالية. قال لهم لا، القرآن أصل القاعدة إنه أنت مش ممنوع إنك تحتفظ بكل الأموال والآخرين ميتين جوع. فكل ما يزيد عن حاجتك يجب أن يوزع على المجتمع. هذا أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري قال لهم هيك، راحوا نفوه. عمر نفوه، قال له لن أوكلك بيتامى. نفو ابن الحلال. طيب، لأنه شاف قصر مبني، قال له هذا من وين جبت الفلوس؟ إيه ما بصير هيك. قال له شو أنت جاي تبهدلنا؟ نفو. لحظة، أبو ذر الغفاري كان اشتراكي في الإسلام. فمحمود محمد طه مثلا هذا كان يكسب معاشه ويكسب شيء، لما روح على البيت على الطريق وزع فلوسه، وزع للفقراء. هو كان يعتقد هيك، يعني كان اشتراكي، هو كان دافع دائما على الاشتراكية. فاتهموه انه شيوعي، هذا واحد من الاتهامات. هو مش شيوعي، هو اعتمد على آية، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وهذا ما حد بفهم هالجملة هاي إلا تروح على كتب التفسير. ماذا ينفقون قل العفو، يعني كله ما زاد عن حاجتك، هذا المعنى الآية. يعني هو حذف، قال مو فقط تدفع 2.5%، لا 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 عزيزي بالسنة، لا لا، كل ما يزيد عن حاجتك يجب أن يوزع على المجتمع. ده اشتراكية حسب رأيه. بالسياسة النتيجة إيه؟ تعرف إنه في الإسلام يقول لك الشورى ده مبدأ أساسي في الإسلام، بقول لك لا 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 بالشورى، لأنه شو بتقول هي؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لاحظ إنه بشاورهم فقط مشاورة، بعدين هو اللي بيكرر. هذا مبدأ الشورى في الإسلام، يعني أنا بعطيك نصيحة أنت مش مجبور بيها، أنت بتعمل على راسك، بعدين أنت بتعزم، أنت اللي عزم، أنت صاحب العزم، أنت اللي بتقرر عزمت فتوكل على الله، واللي قالوا الكرد ياخذهم. هذه المشورة في الشريعة الإسلامية، لأنه إن شاوروك مثلا والله ما عرفش إيه مثل بورقيبة قال لهم 4 نسوان ممنوع لازم مرة واحدة، إيه منيح شورتك حلوة بس ما بناخد بيها، ما بناخد بيها، خلي الكياه بالبيت. فاهم علي؟ كل شيء خالف رأيهم لا لا خليها، خلي الكياه هاي. فاهم علي؟ فهو قال هاي الآية يجب أن تعذب. طب نحط محلها إيه؟ قال لهم لازم نأخذ الآية، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني انت مالكيش دور، انت يا محمد فقط تقول لهم، فقط مالكيش تاخذ قرار، قرار مش بيدك، هاي ديمقراطيه. هو ما هوش انا نبي وقراري هو اللي يمشي، لا ما بردش عليك، لانه القران بيقول انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. فهاي الايه المكيه
هي اللي لازم تمشي، بينما الآيات الأخرى بتاعت الشورى يجب أن تعذف. اختلف الأمر، يعني الوضع اختلف، ليس الخليفة اللي يأخذ القرار، هو الشعب اللي يأخذ القرار، فهم علي؟ فبالسياسة اختلف. هلأ في الحرية الدينية، حرية الدينية والقتال ومثل هيك، في آية اللي تاعت المدنية، فإذا انسلخ الأشهر، بسموه آية السيف، فإذا انسلخ الأشهر الحرام فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يعني إذا أسلموا خليهم، ما أسلموا اقطعوا لهم رؤوسهم. فهم علي؟ هذا في الزمن المدني. قالوا لا 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 لا، هذا لما كان عقولهم خشنة. احنا بنرجع للأصول، الأصول تقول لا إكراه في الدين. فكل آيات الجهاد والقتال وهذا كلها تعذف، احنا لا إكراه بالدين. عايز تصير ملحد تصير ملحد، لأنه لا إكراه بالدين. بس هذا ما بمشي الأزهر. الأزهر عايز يقتل، عايز يسجن، عايز يفرض سلطته، فهو بمشي على الآية الأولى تاعت حد السيف. داعش بتمشي على آية السيف. هو محمود محمد قطاب يقول لك لا لا لا، هذه آية مدنية، يجب أن نرجع إلى الأصول، أصول الإسلام لا إكراه في الدين. فنحذف الآية المدنية ونحل محلها الآية لا إكراه. هلا المسلمين كلهم يقول لك لا، إحنا ديننا متسامح لا إكراه بالدين. تحلوا بقى يا سيدي، ما تعمل ايه بالآية الأولى؟ تعمل ايه؟ الجهاد حتى ابن رشد بيقول لك في جهاد على أساس هذه الآية، هنعمل فيها ايه؟ ما وجدناش حل. محمود محمد طه حلها، قال هذه الآية تتبع زمان الناس كان عقلهم خشن، إذا ترجع لروح الإسلام يجب أن ترجع لا إكراه في الدين. فوجد يعني جواب من داخل الإسلام، فهم علي؟ لم يقصي كل القرآن، لكن يعني فسروا تفسير منطقي، إنه إحنا بناخذ إلا فقط الجزء اللي هو من أصل الإسلام، لأنه الإسلام بدأ لا إكراه في الدين. فأنت زي الآن تفرض. طيب أضف إلى ذلك العلاقة بين الرجل والمرأة، وآية الجزية بطبيعة الحالة تختفي، حتى يدفعوا الجزية على أيدي وهم صاغرون، هتختفي لأنه لا إكراه في الدين، شو جزية؟ فهم علي؟ طيب هلأ العلاقة بين الرجل والمرأة، هناك آية بسموها آية القوامة، آية القوامة بسموها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني ما دام انه الرجل هو اللي بينفق، هو اللي بأمور. قال لهم هاي الايه لما كان عقلهم خشن ما بتمشي، لازم ترجع للاصل، وهو ايش الاصل؟ المساواه بين الرجل والمراه. ليش؟ لانه في ايه اخرى بتقول يجب، يقول يجب ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيئا ولو كان ذا قربى إنما تنظر الذين يخشون ربهم إلى آخره. هو يعني قال إنه كل واحد مسؤول عن نفسه، ما فيش رجل له القوامة، لا. وقال إنه هذه الآية الأولى لما كان الرجل ينفق، اليوم المرأة ممكن تشتغل هي اللي تنفق، معناه تختلف الوضع، فالقوامة أصبحت بالأفضل بالأحرى للمرأة، لأنه كثير رجال بروحوا يلعبوا الشد على المقاهي والنسوان هم اللي بيشتغلوا، هم اللي بيديروا بالهم على البيت، فهتعمل إيه؟ فهو قال لهم لا، إحنا بنرجع للآية الأصلي للأصل تاع الإسلام وبنترك الفروع. ها، وهو يرفض مثلا المهر. المهر بيقول شو، أنت بتشتري بقرة؟ إيه ما بينفع، هاي إهانة للمرأة. في كتير نسوان ما بيعرفوا يتزوجوا في بعض البلاد لأنه المهر غالي جدا. إيه؟ فهو منع المهر. عنده كتاب تطوير قانون الأحوال الشخصية، ها؟ حذف المهر.
وصار يجوز أعضاء المجموعة تاعته بلا مهر، هو يجوزهم، فاهم علي؟ طيب، ويرفض تعدد الزوجات، لأنه الآية بتقول لا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال لهم لا 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 لا، هذا لما كان عقله خشن. الأصل هو بيقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، مش ممكن تعدل بينهم، لأنه فإن في الآية الأولى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فالآية الأخرى بتقول له حتى وإنها بدك تعدل ما تقدرش، ما تقدرش. فقال هاي الأصل، فإحنا بنرجع للأصل وبنترك الفرق، وبمنع الطلاق كمان بيد الرجل. بقول ما بصير الرجل ليش يطلق، على أي أساس؟ وكان له القيام القوامة، آية القوامة لصالحه، ما احنا حذفناها، ما ضلش له سلطة، فما بحقش للرجل يطلق مراته بإرادته المنفردة، لازم تروح أمام المحاكم. طيب ويرفض الحجاب، لأنه إيه؟ لأنه آية الحجاب شو بتقول؟ يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تعرف أصلها عند الطبري شو؟ النساء كان في زمن النبي ما كان في مراحيض، فكان روح واحد يكتب حاجته خارج البيت، فتروح تكيل مشان تحط البيضات تاعها. طب مليح، فبقول له غطي نفسك. هي في الطبري بيقول هذا الاساس تاع الايه، انه اذا رحت خريط غطي نفسك. هي هيك، هاي الايه اصلها هيك، اقرا الطبري، الطبري بيقول لك انه هاي للخريات، هاي الايه للخريات. دكتور بنسميها ايه الخريه، كيف انت باب علية الخرية؟ اليوم في طوالت والباب مسكر، شو تشوف ما تشوف، انتهى العمر. والطبري بيقول هيك، فهو ابن الحلال محمود طه قال هذا اختلف الأمر، اختلف الأمر عزيزي. هناك آية قرآنية بيقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى خير، لباس التقوى خير، اللباس الحقيقي هو التقوى، مو انك تغطي نفسك تحط حالك بكيس كمامي، ايه ما بينفع، هذا ما بيكفي. فبقول التقوى هو، فهو حرم الحجاب، هو ما عمل شيء، هو فقط قلب الايات، فهمت علي؟ هو قلب الايات. طيب منيح منيح. هلا بطبيعه الحال عنده كتاب اسمه الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين، له كتاب بهذا العنوان الإسلام برسالته الأولى اللي احنا قاعدين نطبق فيها اليوم لا يصلح لعصرنا، يجب أن نعمل رسالة ثانية اللي بنرجع فيها للآيات المكية، فهمت علي القصة تاعته؟ يعني بهذه السهولة. طيب مش وكتب كتاب الثاني الأهم شيء والرسالة الثانية من الإسلام، اللي يعني هو قال أنا عايز أفهم الإسلام على طريقتي، على طريقتنا إحنا، بالرجوع إلى الآيات المكية. قالوا له هو أنت يوحى لك؟ قال لا، أنا إلي علاقة مع الله. هو كان يفكر يعني إله، هو روحاني كثير، روحاني كثير. طب أضف إلى ذلك إنه رفض الصلاة، قال لأنه الصلاة شو بقول؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني إنها مؤقتة بوقت معين بعدين انتهت. فهمت علي شو فهمها؟ يعني أنت قلت في الأول تقتضي بمحمد، لكن هذا بعدين قال محمد اقتضوا بالله ولا تقتضوا بي، يعني اللي يعملوه محمد المسلمين هو اقتضاء بمحمد. قال الصلاة هي الصلة بين العبد والله، والقرآن بيقول لا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني انتهى وقتها، مفعولها انتهى. فهو ما جاب شيء جديد، هو فقط جاب لهم الآية القرآنية
بدل ما يرمي كل القرآن سلة المهملات، أطلع في السمين وقال لهم هذا هو المعنى. وقال مثلا أنا، وكان يرفض الحج، رفض الحج لأنه قال إحنا لا نفر نحن حول أحجار. وحتى موضوع الطهارة إنه تغسل إيديك وجريك ومثل هيك، كان هذا ملوش معنى. وذكر كلمة المسيح اللي تقول إنه ليس ما يدخل فم الإنسان الذي يدنس الإنسان، ولكن ما يخرج من قلبه، والكراهية والبغض، هاي هي الطهارة. فاهم علي؟ الطهارة مش تقعد تغسل، لا، إنك تغسل قلبك من الأدران. يعني كلام لهم كل الطاسة، يعني لا حج بك، ولا صلاة بك، ولا حجاب بك، ولا عدم التخالط بك، لأنه بقول الإسلام دين الحرية، إزاي أنت تفصل بين الرجال والنساء؟ كان يقول لا، الرجال والنساء يمشوا مع، لا هيك هم لما يروح على الحج الرجال والنساء بفروا حول الكعبة، ما في فصل. قل هذا أصل الإسلام، إنك تفصلهم اليوم ما في، هذا هو الإسلام اللي مش منيح على رأيه، منيح. هلا بطبيعة الحال كله الزكاة فلشها، الحرب فلشها، كله فلشه، شو بدي على الأصل؟ شو جلده عملته يعني؟ هو فعلا رزقهم، ها؟ قطع لهم رزقهم، صاروا صفر على الشمال، صاروا شبه على الشمال ولاد الحلال. فبطبيعة الحال قاموا على الدنيا، كتبوا للسودان في الأزهر، وأنا نشرت النص. الأزهر مجمع البحوث الإسلامية، السيد الأستاذ وكيل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أنا نشرت كل هذه النصوص في الحوار المتمدد، نصوص أصلية. وبعد فقد وقع تحت يدي لجنة الفتوى بالأزهر الشريف كتاب الرسالة الثانية من الإسلام، تأليف محمد طه، طبع في أم درمان السنة الرابعة 1971، طبعا الرابعة عام 1971، حتى صندوق البريد 1151. وقد تضمن هذا الكتاب أن الرسول بعث برسالتين، فرعية ورسالة أصلية، وقد بلغ الرسالة الفرعية، وأما الأصلية فيبلغها رسول يأتي بعد، يعني هو محمود محمد طه هو الرسول الآخر. فاهم علي؟ لأنها لا تتفق، والزمن الذي فيه الرسول، وبما أن هذا كفر صراح ولا يصح السكوت عليه، فرجاء التكرم باتخاذ ما ترونه من مصادرة لهذا الفكر الملحد، والعمل على إيقاف هذا النشر الهدام، خاصة في بلدكم الإسلامي العريق، وفقكم الله وسدد خطاكم. هذا الأزهر اللي كتبوا لأصحابنا السودانيين. طيب بعدين ومين اللي قضى عليه؟ الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار، دكتور شو؟ دكتور بيطري. هذا بعدين صاحبنا صار شيخ الأزهر، الشيخ الأزهر الكبير. هذا كان بمجمع البحوث الإسلامية الأمين العام، يعني السكرتير، صار بعدين الشيخ الأزهر الشيخ الأكبر، هو اللي حث على قتل محمود محمد طه. وكان الرد وزارة الأوقاف السودانية بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ الآتي والخاص بكتاب الرسالة الثانية من الإسلام، تأليف الأستاذ محمود طه، إن موضوع مؤلفات الأستاذ محمود محمد طه ونشاطه الذي يقوم به موضوع دراسة دقيقة بواسطة هذه الوزارة وسلطات الأمن أمن المختصة بجمهورية السودان الديمقراطية، وستتخذ فيه الإجراءات المناسبة بعد إكمال دراسة الموضوع من جميع جوانبه. هذا وتجدر الإشارة أن المحكمة الشرعية العليا بجمهورية السودان الديمقراطية كانت قد أصدرت حكما غيابيا في قضية 1968 في 18/11/68 ضد الأستاذ محمود محمد طه، وحكمت غياب بأنه مرتد عن الإسلام، وأمرته بالتوبة من جميع الأقوال والأفعال التي أدت إلى رده. وتجري الآن عملية جمع هذه الحقائق المساعدة على الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وشكرا. هاي وزارة الأوقاف الشؤون الدينية السودانية. طيب هناك نص جاء من رابطة العالم الإسلامي في مكة، نفس الشيء يقلبوا عليه. طيب رابطة العالم الإسلامي بعثت
1395 هجري بطبيعة الحال. طيب لوزير الشؤون الأوقافية نفس الشيء. أفيد معالمكم بأن من ضمن القضايا الإسلامية التي ناقشها المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في دورة 16 محمود محمد طه السوداني الذي ادعى الرسالة وأنكر ختم الرسالة وأن المسيح المنتظر وأنه المسيح المنتظر، كما أنكر الجزء الثاني من الشهادة إلى آخر ما جاء في ادعاءاته الباطلة. وبعد مناقشة الموضوع من جميع جوانبه أصدر المجلس حكمه بالإجماع بارتداد المذكورة من الإسلام، وتأييدا لما حكمت به المحكمة الشرعية العليا بالخرطوم، وأنه يجب على المسلمين أن يعاملوا معاملة المرتدين كما يجب مصادرة كتبه أينما وجدت وملء طبعها. أرجو من معاليكم التكرم بنقل هذا القرار إلى حكومتكم المقرة وبذل مساعيكم الحميدة لدى المسؤولين فيها للمساهمة معنا في تنفيذ خاصة وقد صدر من مجلس يضم نخبة من العلماء والزعماء الممثلين من معظم الشعوب الإسلامية في العالم. وأنت أيضا هذه الفرصة للإعراب عن صادق شكري وتقديري لتعاونكم الدائم مع الرابطة فيما يرفع شأن الإسلام المسلمي، وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام. الحاصل إنه ميري وافق على شنك محمود محمد طه اعتمادا على هذول الرسالتين، ولما شنقوا إنه ميري استلم تهاني من الأزهر ومن هذه الرابطة. احنا مش هنطول عليكم. انا يعني فكر محمود محمد طه وسع جدا، بعد بس اعطيتكم الاساسيات تعونه. هناك كلمة نهائية أجيب أن أذكرها، كلمة شهيرة لمحمود محمد طه يقول فيها: يجي يوم الأزهر دي يحط على بابه خشبتين ويكتبوا هنا كان يدرس الجهل. أظن كل مفكري العالم العربي والإسلامي يجب أن يحققوا هذه النبوة، إنه نغلق الأزهر ونكتب عليه على بابه خشبتين سد وخشبتين ونكتب على هنا كان يدرس الجهل والإرهاب والإجرام. فاهم علي؟ آمل إنه هذه المقدمة البسيطة لفكر محمود محمد طه المرحوم محمود محمد طيب الله وثراه، إنه اللي بيهتموا في الفكر الإسلامي والعربي وكيف نخرج من المشاكل اللي احنا متورطين بها، إنهم يرجعوا للموقع اللي أنا ذكرته ويقرأوا كتابه الرسالة الثانية من الإسلام، وهو ونأمل إنهم الناس يرجعوا لعقلهم. إذا في أسئلة أخ النبي جان أنا مستعد أجاوب عليه، تفضل. شكرا لك دكتور. يعني بالفعل نحن ناقصنا نعرف الشخصيات، هي الشخصيات القيمة. أنا بصراحة شخصيا يعني لولاك ما عرفته يعني، وأنا أظن كثير من الأصدقاء بنفس الوضعية يعني. على فكرة أنا كان عندي كتابه، واحد من تلامذته أعطاني إياه بالسودان خفية، وكنت أبعثه من سويسرا لوزراء ومفكرين عرب في الدول العربية من سويسرا، لأنه كان ممنوع. أنا كنت أبعثه من سويسرا، فهم علي ليهم؟ لأنه ما كانش يحصلوا عليه، ما كانش في الانترنت زمنها. فأنا كان عندي نسخة يعني من هذا الكتاب، اكتشفته بواحد من تلاميذه، والنص اللي كان ناشر منشور من الأهرام أهو. فلكن الآن يعني ما عندناش عذر، موجود كل كتبه وكل فكره بالانترنت، وآمل يوم أخرج كتاب عن فكرة محمود محمد طه. تفضل. أكيد طبعا مثل ما قلت لأصدقائي يعني أنا الكتب الكاتب محمد محمود طه موجود بالدسكريبشن تحت الفيديو اللي بحب يطلعوا فيه، السيرة الذاتية كمان في رابط موجود. على كل حال في عندي سؤال هون من الأخ إبراهيم هانو، بيقول ويظهر هو سوداني الأخ، بيقول الترابي هو من حاكم محمود الدكتور محمود طه بالقتل، ولكن الترابي أتى قبل وفاته بنظريات تشبه إلى حد ما أتى به. بس في عندي اتصال. تفضل. ازاي حضرتك يا هاني؟ بس دقيقة واحدة عم بقرا سؤال وبنرجع. خليك معنا وهلا بنرجع لك ماشي. بس في سؤال للأخ عم بقرا، دقيقة واحدة.
فالأخ إبراهيم عم بيقول الترابي هو من حاكم محمود محمد طه بالقتل، لكن الترابي أتى قبل وفاته بنظريات تشبه إلى حد ما أتى به محمود محمد طه. نرجو توضيح بعض التشابه بينهم في بعض الطروحات، وهل يعتبر الترابي ملحدا بما جاء به مؤخرا قبل وفاته؟ دكتور شو رأيك نعيف السؤال هذا بس نشوف الأخ هاني. تفضل أخي هاني. ازاي حضرتك يا دكتور جان، وازاي النبي سامي؟ أنا عايز أسأل سؤال حضرتك. أنا بس قبل ما تسألني يا أخي، أنا ماني لا دكتور ولا أنا شوفير تاكسي. لا هو النبي جان، لا تصدق هذا بيكذب عليك. أنا سؤالي للبروفيسور سامي، بما أن النبي سامي شو القصة هاي؟ كريستوفر لوكسمبورغ وكتاباته، ويا ريت حضرتك لو ممكن تدينا نبذه عن الفرق ما بين كريستوفر لوكسمبورغ والفرق ما بين محمود محمد طه. وانا بشكر حضرتك وبشكر جام. شكرا لك اخي يعني، شكرا لك لتواصلك معنا. إذن حأرد عن الترابي. أنا في الواقع ما حبيتش أشتت الموضوع وأدخل في شو بقول الترابي وشو كون حقيقيات الحكم ومين اللي شهد معاه واللي شهد ضده. حبيت فقط أركز على الأساسيات، يعني مثل واحد كتب إنه النبي سامي يعني ببسط الأمور، وأنا هذا الهدف تاعي إنه بسط الفكرة، واللي عايز أكثر يلجأ أكثر. أنا قرأت بعض كتب الترابي لكن أنا لست مطلع على جميع ما كتب الترابي، لكن لم يبقي فعلا فكر تقدمي الترابي مثل محمود محمد طه. ومحمد والترابي هو اللي مات قبل مدة قصيرة، هو صحيح من الذي ساهموا في قتل محمود محمد طه، لكن يعني أهو كل من عنده سيئات والله يرحمه مثل يرحم الجميع. لكن لا ما عندي مانع اني اكرس حلقه عن الترابي، ولو انه لا يستحق في رايي الواحد يضيع وقته عليه، لا يستحق. بينما محمود محمد طه يستحق فعلا، لانه فكر بناء واصيل. الترابي يعني اختلف كثير افكاره. الحاصل هلا نسال السؤال اللي طرحه صاحبنا، كريستوفر ومحمود محمد طه. بالتمام. ألور كريستوفر لوكسمبورغ هو لبناني الأصل، عايش في ألمانيا، يحمل اسم غربي خوفا من، ولكنه ما كتب شيء يعني خطير جدا، لكن دراساته مهمة جدا، إنه بيّن الأصول السريانية لكثير من كلمات القرآن وتساعد لفهمها. هو يختلف عن فكر محمود محمد طه، لأن محمد طه هو يحاول إنه النص الحالي للقرآن يستعمله، إنه قلب الموازين، إنه نرجع للقرآن المكي والقرآن المدني، وهذا الأمر لم يتطرق له أبداً لوكسمبورغ. لوكسمبورغ هو تحليل لغوي للقرآن، بينما محمود محمد طه هو تحليل فكري للقرآن. اثنين مهمين، يعني استشهدت حوالي 90 مرة في طبعة العربية للقرآن بلوكسمبورغ، مهم جدا، ولو على الأقل تبرئة للذمة، لكن هو في مجالين مختلفين. تفضل. بصراحة أنا بشان الدكتور الترابي، يعني أنا الترابي بشوفه مراوغ بصراحة، يعني إخوان المسلمين عموما يعني روح مراوغة دائمة، يعني ما بعرف حتى ضحكته بلاقيه يعني مستفز بصراحة، ما بعرف. يعني تعرف هناك آلاف المفكرين، لكن إذا أنت اخترت مفكر بارز فعلا وله قيمة فكرية وعلمية، يعني فكرية وإنسانية، محمد طه يعني ممكن تعتبره من أهمه على الإطلاق في القرن العشرين. لا أحد يضاهي فكر محمود محمد طه على رأيي، هذا أهم مفكر إسلامي في العصر الحديث. أوكي. الترابي هذا الصفر على الشمال. تفضل. في عندي بصراحة الأخ جون الفلسطيني وأخونا محبوب، يعني
في عندي عم بيقول: مساء الخير أخي جان، كم نحن بأمس الحاجة للآلاف من المتنورين العرب مثل النبي الشهيد محمود محمد طه. لو قام المسلمين بتطبيق ما قال به محمود محمد طه بالأخذ بالقرآن المكي وترك القرآن المدني لتحولت الدولة الإسلامية منذ زمن بعيد لدولة سلمية يسود بينها المحبة والسلام. سؤالي لنبينا سامي الذيب: كيف يمكننا أن نقنع المسلمين بالأخذ بالقرآن المكي السلمي وترك القرآن المدني العنيف؟ طبعا في عنده سؤالين تانيين، بترد على السؤال بعدين نطلع السؤال. شوف، يعني هو فكر محمود محمد طه لأنه كان محجور عليه، ما كانش منتشر إلا بين بعض المثقفين، إلا بين بعض المثقفين. أنا شخصيا أذكر محمود محمد طه في كل محاضراتي تقريبا، وفي الكثير جدا من مقالاتي وكتبي لتبيين فكره. ولما توفى المرحوم محمود محمد طه كنت الوحيد في سويسرا اللي نعاه، كتبت مقال يعني غداة شنقه نعيت هذا المفكر العظيم، وكنت الوحيد في سويسرا اللي تكلم عنه، وانا احاول اعرف. ولهيك انا يعني قررت اني اعمل حلقه كامله عنه واشجع الناس يقراوا له. بدايه هي المعرفه، هي بدايه المعرفه، واذا فهمت الناس انه هذا واحد منكم فيكم، ويعني هذا مش ممكن تتهموا ما اعرفش بايه. هو فكر اصلي ومسالم لا يدعو لشيء عاطل يعني بحد ذاته، والنتائج تاعه جربوها يا اخي، جربوها جربوها. أو تفضل. يعني انا برجع اذكر اخوتنا واصدقائنا المشاهدين انه يتصلوا فينا على سكايب مثل ما بيقولوا يغنوا الحلقه بتعليقاتهم ومداخلاتهم واسئلتهم. طبعا السؤال الثاني من الاخ جون بيقول: هل سيسمح المسلمون في يوم من الايام بوجود متنورين عرب مثل محمود محمد طه والسماح لهم بالتعبير عن ارائهم ومعتقداتهم بكل حريه؟ اللي أظن حرية الفكر تؤخذ ولا تعطى. الدول العربية لن تسمح أبدا، لن تسمح أبدا، لأنه هذا حتقود في مصر. أنت لو تسمح بحرية الفكر معناته الحكومة، هي مصر فيها حكومتين، حكومة السيسي وحكومة الأزهر، وحكومة الأزهر أهم من حكومة السيسي. فأنت إذا تسمح بحرية الفكر في مصر بتقود الحكومة الرئيسية في مصر وهي الأزهر، فزي الأزهر يقود نفسه. الشيطان إذا انقسم على نفسه مملكته تخرب، يقول السيد المسيح. هذا شيطان، إزاي الشيطان يسمح إنه واحد يجي يقول له لا أنت غلطان؟ لا، ما يقدرش ينقسم على نفسه، مملكة الشياطين بتظل متحدة متحدة، ولن يسمحوا أبدا بالفكر. الحل الوحيد مع الأزهر هو أنك تغلقه وتعتبره منظمة إجرامية. هذا بس. هل الحكومة بتاعت السيسي يمكنها أن تغلق أبواب الحكومة الرئيسية في مصر؟ لا، الجيش ذاته ما يقدرش يغلق الأزهر، لأنه الأزهر أقوى من الجيش المصري. هذا المشكلة. تفضل. للأسف للأسف. السؤال الأخير عند الأخ جون بيقول: هل يستطيع المسلمون أن يعيدوا كتابة القرآن مرة أخرى وأن يجعلوا قسمين، القسم الأول قرآن مكي يؤخذ به والقسم الثاني قرآن مدني يترك ولا يؤخذ به؟ أظن يعني جاوبت على السؤال دكتور، ما بعرف إذا أنا حجاوب عليه. أنا خلال أصدرت طبعة عربية للقرآن بالتسلسل التاريخي، القسم الأول هو المكي والقسم الثاني هو المدني، وحمل أكثر من 40,000 مرة، وآمل يوم من الأيام إنه الجامعات العربية والإسلامية تدرسه بدل من الطبعة اللي بتصدر في السعودية وفي الدول العربية الأخرى، وآملي إنه يوم من الأيام هو القرآن تاعي هو اللي يدخل المساجد محل القرآن الرسمي، لأنه هو 1,000 مرة أفضل من القرآن اللي بيطبعوه، 1,000,000,000 مرة أفضل من القرآن اللي بيطبعوه. وأنا برأسي مفرد عملت لهم قرآن اللي لجانهم بكاملها مش عارفين يعملوه. يعني هو بدها جرأة، بدها جرأة. أنت تعرف كريستوف كولومبوس، كريستوفر كولومبوس
قالوا له انت مو صعبه، انت عليك فقط تفر الدول، بتيجي بتقع على الولايات المتحده الامم على امريكا، مو يعني ما عملت شيء جديد. قال لهم انت ممكن واحد منكم كل زي توقف البيضه على راسه، صار كل واحد يمسك البيضه تقلب، امسك البيضه تقلب، امسك البيضه يقلب. قال له اعطوني اياه هنا، كسر جزء من البيضه وقفت. قال له هي مش صعبه، قلت له طيب صعبه انت ما عرفتوش تعملوها، شو هو صحيح مش صعبه، امسك البيضه وانكرها وتقف. المشكله انه لازم واحد مجنون مثلي يجي يقول لهم يا ناس مو صعبه الشغله، بس فكروا شوي، احنا حنوقف لكم البيضه بسهوله جدا. بس هم راحت عليهم، يعني هي فكره بسيطه جدا، بدك واحد جريء يجي يقول لهم يا ناس الموضوع بالسهوله اكثر سهل مما انتم تفكروا، يعني نقدم لهم افكار جديده حتى يشوفوا انه يعني ممكن نغير الوضع. تفضل. اكيد اكيد يا دكتور، يعني وانا متاكد انه قرانك راح يكون الاول. اجانا اتصال كمان. تفضل. الاخ نايف اظن، تفضل اخ نايف. شكرا شكرا. انا عندي سؤال للنبي سامي. تفضل. سامعني؟ تفضل. تفضل. معلوم ولا شو؟ اوكي. ممكن اطرح سؤال بالفرنسي؟ معلوم ممكن. اوكي. Alors est-ce que vous avez lu il y a un livre qui vient de sortir dernièrement, ça s'appelle Le grand secret de l'islam. C'est un livre qui parle vraiment que l'islam a été construit 200 ans après la mort du prophète Mohammed. Bah, moi, je ne suis pas croyant, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez lu ce livre-là? Est-ce que vous pouvez me donner le nom de l'auteur? Alors, est-ce que vous pouvez me donner le nom de l'auteur? Oh, ok. Je vais vous donner le nom de l'auteur. Alors, il y a deux livres, je parle de deux livres. Le premier livre, ça s'appelle Les trois visages du Coran. Oui, je connais. Ok, c'est très bien. Et l'autre livre, ça s'appelle Le grand secret de l'islam. L'auteur s'appelle Olaf. O-L-A-F. Olaf, oui. Alors, l'awwal, ana a'rafo. يعني هو بسأل عن كتابين، هل أنا عندي علم بهذا؟ واحد من هذول الكتاب أنا أعرفه، والكتاب الثاني هو بدي أحكي لك إياه بصراحة. هناك آلاف الكتب تصدر شهريا عن الإسلام، مو كتاب واحد، آلاف الكتب. وأنا حاليا بحاول أركز، يعني شغلة الكبرى هي إنهاء الطبعة العربية للقرآن مع الترجمة الفرنسية والإنجليزية والإيطالية، ولا أقرأ كتب إلا اللي بتتعلق بالطبعة اللي تغني هذه الطبعة. ومن وقت لآخر بعمل حلقات مع البط الأسود أو مع أخونا النبي جان علشان برضو أساهم أو أكتب مقالات في الحوار المتمدد. لكن أنا عندي في 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 مكتب هنا عدد من الكتب، مؤلفين برسول إليهم مشان أكتب تقرير عنهم، وما عندي وقت لهم لانه الوقت 24 ساعة ومش مكفي في النهار. انا فاهم. تفضل. الموضوع جدا مهم جدا. لانه ليه؟ لانه بغير كل شيء، لان كل المستشرقين بياخذوا الروايات الاسلامية وبيصدقوها على اساس انه مثلا كانت في مرحلة مكية وكانت في مرحلة مدنية. فهذا كتاب، هذا هو طبعا صعب جدا، انا قريته بس هو صعب جدا افهم، لانه هو رساله دكتوراه وتم اختصاره في هذه الطبعه لو غران سكري دو الاسلام او السر الكبير للاسلام. بيقول هذا الكتاب بانه اصلا لا وجود لشيء اسمه مكه، فهي اخترعه الخلفاء العباسيين والامويين من بعد. يعني الاسلام تم تكوينه 200 سنه والقران كذلك تدريجيا. فمحمد ليس هو صاحب القرآن أصلا، القرآن كتب من طرف يا إما يهود أو مسيحيين أو هذا اللي بيسموهم بالفرنسي
لي جو ديو كريتيان ممكن انت تعرفهم جيدا. هاد الناس اللي هما ما هم يعني خليط ما بين يهود ونصارى مسيحيين اللي كانوا طردوا من بيت المقدس وكانوا بيبحثوا عن الناس يساعدوهم لاسترجاع بيت المقدس وبناء الهيكل، فوجدوا ضلتهم في العرب والعرب السوريين، يعني مكة والحجاز لا علاقة لها بالإسلام أو القرآن تماما، مؤسسي الإسلام وأصحاب القرآن ناس في شمال الحجاز يعني في سوريا. تمام، هو كلامك صحيح. أنا كتبت لطبعة العربية للقرآن مقدمة من 80 صفحة، تعرضت لجميع النظريات هؤلاء هذه عن هل حقيقة القرآن كتب في مكة في المدينة، هل محمد وجد أم لا، هل ممكن نقسم القرآن إلى قرآن مكي وقرآن مدني. كل هذه أنا عرضت في طبعة العربية للقرآن يعني المقدمة وهي من 80 صفحة، يعني مختصر النظرية. هلا انا بنطلق من منطلق انه المسلمين هم بيعتقدوا انه القران مقسم الى قران مكي ومدني، فانا بقول لهم لنفرض انه نظريتكم صحيحه وهو متفقين عليها انها هي صحيحه، منيح، من هذا هل ممكن ان ناخذ شيء ايجابي؟ الشيء الايجابي انه فعلا انه هناك ايات متسامحة، وفعلا هناك آيات حربية وتمييزية ضد المرأة وغير المسلمين، وحسب التقسيم تاعهم منطقيا ممكن نقول انه هذا يتبع الزمن المكي ولو انه مكة مش معروفة هل وجدت ام لا، وهذا الجزء المدني ولو انه المدينة ربما لم توجد، لانه واضح انه القرآن كتب في سوريا، منطقة بين سوريا والعراق، هذا واضح لانه الخط العربي لم يكن موجودا في مكة ولا في المدينة، خط العربي لم يكن موجودا. على كل هو المشكلة ايه، هي بناء من معطياتهم اللي هم بيقبلوها، الأزهر بيقول طبعة العربية للقرآن، طبعة العربية للقرآن كل السورة بيقولوا هذه السورة مكية إلا الآية الفلانية، هذه السورة مدنية، وأنا عدت ترتيبهم، وهنا هناك نوع من المنطق اللي ممكن يساعد المسلمين ينظر نظرة ثانية للقرآن، نظره ازاي نعمل احنا مع الايات المتسامحه كيف تفسرها، ازاي موجود هناك ايات شديده غير متسامحه كيف تفسرها، كيف نلائم بين الطرفين. يعني هو مدخل مثل ما عمل محمود محمد طه، انه من لسانك ادينك، او اخذ من كلامك واحاول نتفاهم على الشيء اللي ممكن نتفاهم عليه. انا لست مؤرخ والمؤرخين لا أرفض من نظرياتهم وأذكرها أيضا في ذلك، لكن نحن بحاجة إلى طبعة جديدة للقرآن، هذا أكيد، نحن بحاجة إلى طبعة جديدة للقرآن هذا أكيد، وهو ليس المعطيات الوحيدة أن رتبت القرآن بالتسلسل التاريخي يعني بين مكي ومدني، لكن هناك إضافات أخرى، أخطاء القرآن، مصادر القرآن وما ذلك. بس نظرية محمود طه لها الفضل أنها تساعد المسلمين يعيدوا التفكير في 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 أفكارهم، وأضف إلى ذلك أنه يعني يخلي المسلم يفكر أنه ممكن يكون ده سليم وسيلة للخروج من الأزمة. أنت لو قلت له مكة مش موجودة أو مدينة مش موجودة وبعدين بقول لك شو، ما هو الله اللي أنزله، هنا المشكلة يعني وقعنا. لا أرفض النظريات ويعني وطالب كل الباحثين يكملوا هذه الأبحاث، وأنا عندي هنا كتاب جغرافية القرآن كتب واحد كندي شهير، يعني مثلا آيات القبلة اللي تتكلم إنه واحد لازم يصلي اتجاه مكة، هذه الآيات غير موجودة في المخطوطات القرآنية الأولى، أضيفت لاحقا، لكن مش هذا هدفي. أنا هدفي أعطيهم طبعة عربية جديدة مطبوعة طبعة علمية، مثلا أنا دخلت التركيم الحديث النقطة والفاصل وعلامة الاستفهام ويساعد الفهم القرآن بذاته. وأذكر هنا كلام لأحمد حرقان إمام الملحدين صاحبنا، قال أنا أصبحت ملحد لما بدأت أتدبر القرآن. إذا المسلم بدأ يتدبر القرآن يفهمه، وهذا اللي حاول أساعده، هذا حيساعده يرجع لعقله، يساعده يرجع لعقله. تفضل.
أنت تكلمت على ذكر جغرافية القرآن، لأنه لا، أنت طبعا أدرى مني بأنه لا ذكر لأي منطقة جغرافية في القرآن بتاتا، لا يمكن أن تعرف أي مكان، ولا يتكلم لا عن التاريخ ولا عن الزمن، بس في هناك آية واحدة تتكلم من آيات، أنا مش فاكر أي آية، بس هي من آيات تتكلم على لوط، على النبي لوط بين قوسين، وبيقول أنهم هم بيمروا عليه صبحة وعشية. صحيح. هي بين آيات اللي تتكلم على قصة لوط. سبعة آيات. مهم. هذه الآية بتتكلم عن القرآن، يعني يخاطب. هو ممكن أخي الفاضل، إحنا ممكن نعمل حلقة بعدين عن النقاش الدائر، ممكن نعمل حلقة، يعني أنا ما عندي مانع، بس أنا حبيت بالحلقة هاي، أنت تعرف بأخذ مواضيع محددة، وحبيت في هذه الحلقة أعرف بمفكر شهيد محمود محمد طه، هو النبي جان ذكر إنه ذاته لم يكن نعرف هذا المفكر، وهو أفذ مفكر إسلامي في العصر الحديث، هو منهم، هو واحد منهم، يعني مو خارج عنهم، ما قدرش تقول هذا مستشرق، ما قدرش تقول هذا غربي، هذا صليبي، هذا لا، هذا مسلم واستشهد لأجل أفكار وإله أتباعه، وممكن تقول يعني أكثر الفكر التنويري الحديث للمسلمين يتبع فكر محمود محمد طه بطريقة أو بأخرى، بس أنا موافق معك، يعني موضوع تاريخية القرآن، موضوع هل القرآن كتب في مكة، من كتب القرآن، هل مكة كانت موجودة، هل المدينة كانت موجودة، التاريخ هل هو صحيح أم لا، من كتبه، هذه كلها نقاش أخرى، بس يعني نحن نأخذ موضوع هي ساعة واحدة أو ساعة ونص، ما نقدرش نعمل ندير كل العالم بساعة وساعة ونص، كثر خيري إذا استطعت تتكلم عن محمود محمد طه، بس بعدك إذا يعني سمحت الأوقات مثلا أقدم هذا الكتاب عن جغرافية القرآن وبين فيه المشاكل اللي فيها أو كتب أخرى، ما عندي مانع، بس يعني نركز موضوع بعد آخر، تفضل. أوكي شكرا. شكرا يا أخي على مداخلتك، شكرا. بس أنا بدي بس بدي الاسم إذا نايف ولا نافع زي بعض، لا هو أنت عارف أنه الأسماء بيجي مشاكل، أحسن أعطي أي اسم. طيب ولا يهمك ولا يهمك، أفضل يكون غلط. شكرا كثير على اتصالك أخي، شكرا كثير. شكرا شكرا كثيرا، شكرا شكرا أخي. نبينا سامي تفضل. الحلقة القادمة، طبعا حلقتنا خلصت هلا، والحلقة القادمة ايمت؟ ايوه الحلقة القادمة الجمعة القادمة للاسف حكون بسفر رايح لروما، لكن حنعملها ربما الجمعة اللي بعدها، الجمعة اللي بعدها، او ربما افكر نعرف نقدر نعملها، ما اعرفش في يوم اخر، بس حشوف هتكلم معاك في الموضوع، ونختار موضوع اللي يلح على بالك، او نجد موضوع نتفق عليه الاثنين. تمام، معناتها بنحكي ونشوف بالمستقبل شو بيحضر. تمام، اقل شيء اسبوعين استراحه هلا. جميل جدا، جميل جدا. نبينا المقدس تسلم. تسلم. في أي شيء أخير تضيفه نبينا؟ أكيد أولا أشكرك على استقبالي من جديد هذه الحلقة الرابعة، وأشكر جميع المشاهدين والمستمعين، وإذا جرحت واحد لسبب أو لآخر فأرجو المعذرة غير مقصود، هو لتبليغ الفكرة، ويعني أتمنى للجميع ليلة سعيدة ونهاية أسبوع جميلة. تفضل. شكرا. شكرا لك نبينا، يعني شكرا لإعطائك وقت هالوقت هذا لنا ولأصدقائنا، وكثير بصراحة أنا استفدت، وأنا بتمنى أصدقائنا كانوا استفادوا من هال الساعات اللي عم تعطينا إياهم، وأنا بدي أرجع أعتذر لأصدقائي اللي ما عم بقدر أرد على الرسائل بسبب شغلي يعني لساعات طويلة، أنا بعتذر مرة أخرى يعني وآسف كثير، يعني بتمنى تتفهموا وضعي، وأنا يعني في كثير أصدقاء لاموني،
آسف كثير، آسف كثير على الوضع هذا، وأنا بتمنى يتحسن الوضع وترجع الأمور لمجاريها مثل ما بقول. أي طيب شكرا كثير نبينا، ونلقاك في حلقة قادمة قريبا جدا. أمل كذلك. ليلة سعيدة أخي الفاضل. ليلة سعيدة نبينا. شكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة. أظن يوم الأحد راح تكون حلقة مع ميساء الحاتمي الملحدة الإماراتية، يعني جميل جميل جميل. بالضبط، والساعة 10 بتوقيت القاهرة، يعني فاستنونا يوم الأحد الساعة 10 بتوقيت القاهرة مع الملحدة الإماراتية ميساء الحاتمي. شكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء، مع السلامة.